توجه اليوم آلاف الطلاب السوريين لتقديم امتحانات شهادة ثانوية في مناطق سيطرة نظام الأسد، بينما منعت حكومة الإنقاذ معظم الطلاب من التوجه إلى مناطق النظام. ترافق هذا مع انتقادات للأمم المتحدة بعد تصريحات متعلقة بهذا الشأن. المزيد في سياق هذا التقرير. لم تكن المرة الأولى التي يحاول فيها نظام الأسد تبني العملية التعليمية في سوريا، متجاهلاً ما دمرته آلته العسكرية، إضافة إلى قتلها مئات الطلاب واعتقال قواته لآلاف منهم، ليقضي بذلك على أجيال حرمت من حق التعليم. ففي أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرته، فتح النظام معبراً في مدينة سراقب قبل عدة أيام لاستقبال الطلاب لتقديم امتحاناتهم في مدارس محافظة حما. حكومة الإنقاذ العاملة في الشمال السوري منعت الطلاب من تقديم الامتحانات في مناطق النظام، وأعلنت عدم الاعتراف بشهاداتهم، وأنها ستتخذ إجراءات رادعة في السلك التعليمي بحق من يرسل أبناءه، في حين اعتصم ناشطون في إدلب رفضا لعبور الطلبة، محذرين من تعرضهم لانتهاكات من قبل قوات الأسد. أمام هذه التطورات، أصدر منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا مع المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بياناً مشتركاً حول الوصول الآمن للطلاب لأداء الامتحانات نحو مناطق سيطرة النظام. اللافت أن البيان تجاهل كل التقارير الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والتي أكدت مراراً وتكراراً على استهداف النظام للمدارس. الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني تحركا في الرد على تلك التصريحات، واعتبروها بياناً سياسياً يخدم نظام الأسد ويساعده على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه من خلال توفير التمويل باسم التمويل الإنساني لدعم العملية التعليمية. كل ذلك يأتي في وقت يحاول فيه النظام جاهداً الظهور أمام المجتمع الدولي بوجه إنساني، حريص على تعليم الطلاب في سوريا، في نية لاستغلال هذا الملف وسحب الدعم الذي تقدمه المؤسسات الدولية لدعم العملية التعليمية في المناطق الخارجة عن سيطرته. لنقاش ينضم إلينا من ريف إدلب الخبير التربوي محمد صالح أحمد، وينضم إلينا أيضا من ريف إدلب مدير مدرسة السيد إسماعيل عاصم. مساء الخير لكليكما. سيد إسماعيل، مرحبا بك. لو تعطينا بداية لمحة عن مشكلة طلاب البكالوريا المقيمين في مناطق المعارضة ولكنهم درسوا مناهج النظام ويريدون تقديم الثانوية العامة في مناطق النظام أو في مدارس النظام رغم فتح المعابر لهم، إلا أن هناك من منعهم من المرور، ما القصة هنا؟ نعم، طبعا نحن في عنا بالمناطق المحرره دأبنا منذ البدايه على انه التعليم ضروره ملحه، وفعلا وفرنا في المدارس تبعنا الكوادر الكفؤة لتعليم المناهج كامله، لكن في البعض من الطلاب او من اهالي الطلاب اصروا على ان يتابعوا هذه العمليه مع النظام، علما انه النظام وبعد 2015 والقوات الجويه الروسيه دمروا اكثر مدارس المنطقه. نحن طبعا كعاملين في المجال التربوي في محافظه ادلب كنا نستشعر خطر هؤلاء الناس بذهابهم ومراجعتهم للنظام في حما، لانه العمليه مو عمليه بس روحه على الاسوق على الامتحانات وعلى تقديم الامتحانات هناك، لأنه كان للطالب وللمعلم اللي عم يراجع حما عم يراجع فروع الأمن قبل ما يراجع المدارس اللي رايح لها أو يتخاض راتب أو شغل من النوع. ولذلك نحن حسينا بخطر هؤلاء. أضف إلى ذلك أنه كان هؤلاء الطلاب وخاصة البنات عم يتعرضوا لممارسات غير صحيحة هناك في تلك المناطق. فعندما شعرنا بأن العملية عملية ما هي صحيحة والمقصود فيها خدم يعني مثل ما نقول خدمة النظام الأسد من حيث
أنه هو راعي العلم والعلماء وراعي المدارس وراعي المسؤول تربويا عن الناس هذول. فنحن ما ننسى دماء أبنائنا ودماء أولادنا ودماء أطفالنا ومدارسنا اللي دمروها. يعني هلا نحن أنا بحكي معك بالمنطقة، أنا عم نولة كنت مدير مدرسة وما أزال طبعا، المدرسة اللي أنا كنت فيها وقع فيها صاروخ وبرميل مما أدى إلى تدميرها. انتقلنا هلق لمدرسة تانية، عم نداوم فوجين في مدرسة تانية لحتى نتابع العمل. معنى كلامك سيد إسماعيل، معنى كلامك المخاطر الأمنية هي السبب الرئيس في منع هؤلاء الطلاب من الذهاب إلى مناطق النظام، ومن ثم جاء النظام ليعطينا يعني شكل آخر منه، طبعا هو شكل خادع، لأن من دمر المدارس لا يسأل عن عملية تعليمية ولا عن سير عملية تعليمية ولا يسأل عن أجيال أضاعها أصلا هو بنفسه. ولكن دعني أنتقي سيد محمد صالح وهو خبير تربوي، لماذا هناك طلاب في مناطق المعارضة قد يرغبون بتقديم امتحاناتهم أو امتحانات البكالوريا في مناطق النظام؟ ومن ثم هل يدرس هذا المنهاج في مناطق المعارضة؟ كيف يدرسونه إن كان اختصاص علمي؟ كيف يدرسونها عن طريق أساتذة خصوصي أو عن طريق معاهد؟ لو تشرح لنا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أود أول شيء توضيح، أنا أقيم في غازي عنتاب. طبعا قلوبنا في سوريا وهي نبضنا. اولا بالنسبه للطلاب اللي حاولوا يخرجوا الى مناطق سيطره الاسد وميليشياته من اجل تقديم الامتحانات الثانويه، هؤلاء الطلاب صحيح درسوا في المعاهد الخاصه في محافظه ادلب المنتشره في محافظه ادلب او محافظه حلب او في مناطق قسد. توضيح فقط سيد محمد، توضيح فقط، هي معاهد خاصه تدرس مناهج النظام، معاهد خاصة تدرس مناهج النظام، والمدرسين المدرسون والمدرسون المفصولون من التربية الحرة الذين رفضت التربية الحرة انضمامهم إلى كوادرها من أجل ارتباطهم، لازال ارتباطهم مع قوات الأسد، أو نقول مع قوات الأسد وليس مع تربية الأسد، لأنه أي مدرس مرتبط مع قوات الأسد بتربية حماة يجب أن يراجع ويقدم تقرير شامل لتحركات أي شخص هن عاطينه إحداثياته أو عاطينه بياناته. هذا رقم واحد. الطلاب هذول حاولوا يسجلوا، يعني يكسبوا الوقت يسجلوا في المدارس الحرة والمدارس اللي تابعة لسيطرة ميليشيا الأسد. عملية اللي بيسموها الامتحان المشترك بالمواد ما بين مواد أو تواريخ مواد الأسد مع تاريخ مواد التربية الحرة أدى إلى أنهم يختاروا أحد التربيتين. طبعا على اعتبار ولاء للأسد حاولوا أنه يذهبوا إلى مناطق سيطرة الميليشيا الأسدية ويروحوا لهناك، لكن الحمد لله هي أول سنة هي بيكون القرار صائب من الحكومة القائمة في محافظة إدلب على منع من أجل. ولكنك يعني هنا أضعتنا قليلا، هل هم اختاروا تقديم الامتحانات في مناطق النظام بسبب التوقيت لأنه أقرب لأنه أبعد أم لموالاتهم للنظام؟ يعني هذا موضوع آخر. لموالات، هن موالين للنظام، حاولوا زي السنوات الماضية يسجلوا بهذه التربية وبهذه التربية بسبب أن الامتحانات كانت ما في تقاطع بيناتها. هالسنة هذه في تقاطع. هناك لأنه هناك وجهة نظر أخرى ربما يجيبني عنها الأستاذ إسماعيل عاصي. أستاذ إسماعيل، ما البديل طيب للشهادات الشمال السوري؟ تركيا تعترف بالشهادات، ولكن ما الضامن في أن تعترف بها مستقبلا؟ ما الضامن من عراقيل قادمة ربما تضيع تعب هؤلاء الطلاب الذين درسوا منهاج الحكومة المؤقتة أو منهاج حكومة الأنقاذ أو التربية الحرة كما يقال؟ تفضل. نعم الحكومة المؤقتة أصدرت بيانا بأن أكثر دول العالم تقريبا تعترف بشهادات البكالوريا الصادرة عن مناطق المحررة والموقعة. نعم. لو تصحح لي، كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وتركيا، صحيح؟ نعم. هذه الدول كلها عم تعادل الشهادة وبتقبلها في كل جامعات، وحتى الطالب السوري الموجود في المناطق الثانية في هذه المدارس أو في هذه الجامعات سواء على دول أوروبا أو دول كندا أو تركيا أو شغل من نوعي، أثبتوا وجود من الطلاب المتفوقين والمتفوقين جدا. فلذلك يعني نحن عندنا هنا قلت لك من البداية
انه عندنا كوادر كفؤه، والكوادر الموجوده عندنا تعتبر من خيره الاساتذه اللي دابوا على التعليم، وطبعا في مشهود لهم بالكفاءه والمهنيه. فشغله النظام وشغله النظام، هذا ولاء للنظام، ولاء للنظام. ونحن بنعرف حق المعرفه، يعني موجودين مواطنين موجودين عندنا هون، اجسادهم عندنا وارواحهم عند غيرنا. فلذلك نحن ما ردنا نضغط عليهم كثير، على اهل طبعا، على الاهل قبل الاطفال، قبل الاولاد، قبل الشباب. ونحن بنعرف حق المعرفه، ذهاب الطلاب الى مناطق النظام طبعا فيها نوع من الحرج للولد او البنت اللي عم تروح لهون. ومع ذلك في بعض الاهل ما هيمتوا كل هذه الحكايات. نحن في عندنا دماء شهداء، في عندنا طلاب قتلوا، في عندنا طلاب معتقلين، في عندنا أساتذة معتقلين، في عندنا مدارس مهدمة، في عندنا يعني الناحية التعليمية عندنا في البلد كادوا أن يقضوا عليها قضاء كاملا، لأنه بيعرفوا ماذا تعني التعليم والجيل المتعلم غير الجيل اللي هنو عم يخططوا يوصلوا المجتمع. فلذلك بناء على هذه الوقائع نحن كنا مع هذا القرار الصائب جدا 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 المؤقت والفصائل العسكرية في ذلك الوقت لمنع هؤلاء الطلاب من الذهاب الى حماة او الى مناطق النظام تحديدا. اشكرك. نعرف على منام لوين نعم بدأ الصوت يتقطع وداهمني الوقت. شكرا. ماذا يفعل هنا الله اعلم. نحن عندنا وقت عم نشوف. نعم وصلت الفكرة. عم نلاحظ انه هون في بعض التعاميد مع النظام صاروا يعطون احداث سياده المدارس وربما يستغل وضع هؤلاء. نعم أشكرك جزيل الشكر الأستاذ إسماعيل عاصي مدير مدرسة في ريف إدلب. ولا أنسى أن أشكر من غازي أنتاب كان معنا الخبير التربوي محمد صالح حمد. شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا أشكر أيضا متابعتكم، تابعونا على سيريا دوت تي في. لكم مني وفريق العمل الأطيب تحية. إلى اللقاء.